بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات سنة أولى إعدادي. غناخدو أول درس العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية. العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية. الصحيحة يعني؟ صحيحة هي ليس فاصلة. هي الأعداد اللي ما فيهاش الفاصلة. والأعداد العشرية؟ فيها فاصلة. هي الأعداد. مثلاً هي أعداد صحيحة هي اللي قدام فاصلة. أعداد العشرية هي اللي فاصلة. يعني أعداد تتكون من الأعداد الصحيحة وأجزاءها. هل تنقول بأنها تتكون من أعداد صحيحة وأجزاء من الأعداد الصحيحة؟ إذا نتكلم عن الأعداد العشرية. إذا الأهداف: حساب مجموع وفرق عددين عشريين، حساب جداء وخارج عددين عشريين، تأطير خارج عددين عشريين. إذا استعمال الخاصيتين أ و ب و ك أعداد عشرية. إذا إذا كان عندنا ك مضروب في فتح قوس أ زائد ب غلق القوس، شنو تساوي؟ تساوي ك أ زائد ك ب. وإذا كانت عندنا ك مضروبة في فتح القوس أ ناقص ب إغلاق القوس، إذا تتساوي ك أ ناقص ك ب. حساب مجامع جبرية بدون أقواس. إذا استعمال المحسبة لحساب مجامع جبرية. استعمال مصطلحات حد، مجموع، عامل، جداء، خارج. إذا هذه كلها مصطلحات رياضية. المكتسبات القبلية دابا تيخبروك على واحد المكتسبات مازال باقا ما وصلتيش ليها، فهمتي؟ إذا غتكتسب شنو؟ الأعداد العشرية والعمليات عليها. إذا غتتعلم شنو هي الأعداد العشرية والعمليات اللي غتقدر تجري عليها. مثلا كما ذكرنا شنو بحالاش هاد العمليات؟ العمليات بحالاش؟ هي حساب مجموع وفرق عددين عشريين، حساب جداء والخارج وخارج عددين عشريين، تأطير خارج عددين عشريين. إذا هذه كلها عمليات على هاد الأعداد العشرية، ياك؟ ثم حساب المجاميع الجبرية بالأقواس وبدونها، يعني أنك تحسب واحد المجموعة ديال المجاميع سواء كانت بالأقواس أو بدونها، كما رأينا الآن. ك في أ زائد ب تساوي ك أ زائد ك ب. واش تعني هذيك الحرف؟ ها؟ واش تعني هذيك الحرف؟ هي أنت ما فاهماش، تقولي أنت فاهمة. هذوك تقدر تعوضهم بالرقم اللي بغيتي. دابا خاصك تعرفي العمليات على الأرقام كيفاش تتجرى. دابا غتشوفي العمليات على الأعداد ماشي الأرقام، حيت الأعداد تتكون من عدة أرقام، فهمتي؟ حيت الأعداد تتكون من أرقام، ممكن أنه يتكون من رقم واحد، إذا قلنا 9 هذا راه رقم في نفس الوقت عدد. أما إذا قلنا مثلا 19 هذا عدد ولكن تتكون من رقمين، تتكون من 9 ومن 1، الحمد لله. إذا هناك فرق بين الأعداد والأرقام. إذا إذا كنا غنجريو واحد مجموعة عمليات على أعداد، أشنو خاصنا ندرسو؟ خاصنا ندرسو العمليات بغض النظر على الأعداد أشنو تقدر تكون، الحمد لله. إذا وبالتالي شنو؟ تنعوضوها بأحرف، تنقولوا أي عدد خضيتي هنا، مثلا إلا خضينا ك مضروبة في أ زائد ب، إذا كان قدروا نعطيوها 9، ملي تنديروا أ ما حطيناش كان. ما معنى هذا؟ معناه ماشي بالضرورة يكون عندنا في داخل القوس أيضا 9، مادام أننا عطينا الك 9 ففي داخل القوس ماشي بالضرورة يكون عندنا 9. خذينا أ، ما معنى أ؟ خذينا رقم آخر، إذا ممكن نحط 5، ممكن نحط 4، وهدك ممكن نعطي 1، ممكن نعطي 2، 3، 4، 5، فهمتي؟ دابا عطيتيها شي رقم ما خصوش تعاود. لا مش بالضرورة. شوف، لنفرض نعطيو واحد المعادلة أخرى، لنفرض بأن معطوك واحد المعادلة أخرى، أعطوك ك مضروبة في ك زائد ب تتساوي ك زائد تتساوي ك مضروبة في ك زائد مثلا ك مضروبة في ب. هنا مادام حطوا لك في المعادلة ك مضروبة وفتحنا القوس وحطينا ك مرة أخرى، إذا شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها إلا حطيتي واحد العدد هنا خاصك تحطو عاوتاني هنا، هذا هو المعنى ديال المعادلة بهذا الشكل. ولكن واش ما حطوا لك ك وعاوتاني حطوا لك ك لداخل؟ إلا حطوا لك ك هانتي مضروبة في ك زائد بي، شنو تساوي؟ تتساوي ك مضروبة في ك زائد ك مضروبة في بي. اش نديرو؟ شوف، تنديرو هاد ك مضروبة في هاد ك هي الأولى، هاد ك
تنوزعوها على دولي الداخل. شوف تنديرو كا مضروبة في هاد الكيل الاولى. ملي غندوزو باش شنو خاصنا نديرو؟ خاصنا ما نفوتوش هاد الزائد، تنحطوه هنا عاوتاني تناخدو كا مضروبة في بي. هذه هي العملية كيفاش نديرو ليها، فهمت ولا؟ تنشدو هاد المعامل اللي على برا، هادي تسمى المعامل ياك. اذا هاد كا تنضربو في هاد كا، ثم تنجيو الا كان عندنا ناقص نحطو ناقص، كانت عندنا زائد بحال اللي عندنا هنا تنحطو زائد، ثم تنجيو نعاودو نرجعو لهاد كا. تمشيو دابا هاديك كا لا ضربتيها في هاد كا، هيا كا كا. دابا شنو غنقول لك انا؟ غنقول لك لنفرض بان المعادله عطاو لينا بهذا الشكل، عطاونا واحد الخاصيه بهذا الشكل، عطاونا كا مضروبه في كا زائد بي تتساوي كا في كا زائد كا في بي. اذا في هاد الحاله الا حطيت هنا 9 هنا خاصني نحط 9، حطيت هنا 200 نحط هنا 200، حطيت هنا 5000 هنا خاصني نحط 5000. يعني شنو المقصود بهاد كا والداخل هنا كا؟ المقصود بها ان العدد اللي حطيته هنا تنعاود ناخذه هنا، ولكن كما عندنا هنا كما تتشوفي واش ما عطينا كا والداخل ديال القوس كا عطيناك رقم اخر. ما معنى هذا؟ معنى تقدر تاخذ كا وتقدر تاخذ عدد اخر، ماشي بالضروره تاخذ كا، واش فهمت ولا؟ يعني خاصك تلتزم بهاد المعطيات اللي عاطينهم هنا. اذا ملي عطاوك كا في ا زائد بي تتساوي كا ا زائد كا في بي، فهمت ولا؟ ناخذ شي مثال. اذا هاد كا غنمثلوها مثلا 25 مضروبه في 12 زائد زائد 1 ياك. شنو غنعمل الا بغينا نفرقوا؟ شنو غنديروا؟ بغينا نفرقوا، غطبق بحال داكشي اللي عندك، تتساوي كا ا زائد كا بي. فين هي كا ا؟ ياك فين هي هاكا؟ فين ا؟ فين هي ا؟ ياك. ها اذا شنو غنديروا؟ تتساوي، شوف لي، تتساوي كا ا. شنو عندنا هنا؟ زائد. إذا غتولي عندنا كما قلتي غتولي عندنا 25 مضروبة في 12، ها هي 25 مضروبة في 12، هي غنمشيو لزائد، ها زائد، غنقصوا العدد الواحد، غندوزو على زائد، تنكتبوها هنا، ها زائد، زائد شنو غنديرو عاوتاني؟ شنو هي الحاجة الأخرى اللي ما درناش؟ حنا درنا 25 مضروبة في 12، شنو هي الحاجة الأخرى اللي ما درناش؟ 25 مضروبة في 1. ها إذا بعد ما كتبنا هاد الزائد غنديرو 25 ياك مضروبة في 1، هذا أحنا طبقنا القاعدة، شتي ولا لا؟ ودابا بقى لينا غير نحسبو، غنشدو نحسبو هذا غيخرج الخارج، غنحطو هنا هذا غنحسبو صافي. متى إلا خدينا 25 مضروبة في 12، شحال؟ 25 مضروبة في 12 شنو تساوي هادي؟ شنو ها؟ شنو اللي غنضربو الأول؟ شنو العملية اللي غنديرو؟ جوج في 5. ها جوج في 5 شحال؟ 10. هي 10 غنكتبو صفر. جوج في جوج هي 4. ها اثنان في اثنان هي 4 وواحد هي 5. ها ونديرو نقطة ثم نضع نقطة. إذا واحد في 5 5، واحد في 2 2. إذا صفر زائد صفر صفر، شنو غنعمل عاوتاني؟ 10. إيه 10 نكتبو صفر 3. إذا شنو خرجت لينا؟ 300. إذا هذه العملية، إذا دابا بقات لينا غير دوك الطرق اللي غتجرى على هاد الأعداد، هادو هما اللي غاديين يضيفوا لك من بعد، فهمتي ولا لا؟ من ضمن هاد الطرق هي متى تكون عندنا مثلا كا كعامل مضروبة في أ زائد بي، إذا شنو تساوي؟ تتساوي كا في أ زائد كا في بي. نعطو شي عملية أخرى مثلا. نعطيو مثلا 11 مضروبة في 16 زائد زائد 200، شنو غتعطي هادي؟ شنو غندير؟ ورينا الطريقة يلا. هادي يلا غنفرقوها دابا. 11 في 16. 11 في 16، 11 مضروبة في 16 11 في 200. ايوا شنو غنديرو؟ ناقصا ولا زائد ولا ضرب؟ هاد الزائد خصك ما تفوتيهاش. إذا هاد الزائد زائد شنو؟ زائد 11 في 200. 11 مضروب في 200 صافي. وتقوم بالعملية 11 في 16، شي عدد تنضربو في 11 شنو تنديرو؟ 11. بحال دابا عندك 16 مضروبة في 11 شنو تنعملو؟ كاينة واحد القاعدة تنعملوها بلا ما نديرو ديك العملية اللي درنا قبيلة. 6 زائد 1 شحال؟ 6 زائد 1 6. 6 زائد 1 6، ماشي 6 مضروبة في 1، 6 زائد 1 7. 7. 6 زائد 1 شحال؟ 7. 7. شوف اش غنديرو؟ غنديرو 16 تنقيدو 16 وتنديرو 7 الوسط. هادي في العادة فاش نضربو في 11، جربوها ياك. 16 مضروبة في 11، 1 في 6 6. ها 6. قول لي شنو غنديرو؟ 1 في 1 1 1. ها شنو غندير؟ نقطة. ها نقطة. 1 في 6
ستة. ها واحد أوه. شحال ستة سبعة واحد شحال 176. إذن عندك 176 شنو غنزيدو ليها؟ غنزيدو ليها إذن زائد 11 في 200 في 200. إذن أش غنعملو ليها هذي؟ صفر زائد واحد 11 في 200 هي 2 صفر هي 2200. إذن غنديرو 176 زائد 2200 وندير الخارج ياك. إذن 176 هي 2376 غتولي عندنا 2376. حنا اللي تيهمنا في هذا الشيء كله هو العمليات اللي تنديرو على هاد الأعداد، فهمتي؟ دابا لنفرض بأن عندنا 18 مضروبة 22 ناقص 13. إذن عندنا 18 مضروبة في 22 ناقص 13، شنو غنعملو لها دابا؟ إذن بنفس الطريقة غنديرو 18 في 18 تساوي 18 في 22 ناقص ناقص. ملي بغاو ندوزو هاد العدد الثاني اللي داخل القوس اش تنعملو؟ شوفو العملية تنشوفو تنشوفو هاد واش عندنا زائد ولا ناقص. شوف تنشوفو زائد ولا ناقص، ماشي الضرب، ماشي يكون عندنا الضرب ولا قسنا، فهمتينا؟ إلا كان عندنا قسمة ديك حاجة أخرى، ولا كان عندنا الضرب حاجة أخرى، تنشوف واش زائد ولا ناقص. إذا مادام عندنا ناقص هنا غنكتبو هنا ناقص. إذا غتبقى عندنا شنو؟ غتبقى عندنا 18 في 13 دابا غنديرو 18 مضروبة في 22 ناقص 13 زائد 5 هاهو شتساوي بنفس الطريقة. يلا بنفس الطريقة 18 مضروبة في 22 ناقص 18 مضروبة في 13 زائد 18 في 5 سهلة. هذه هي القاعدة اللي عندك تما، أنشطة تمهيدية. شنو هي أنشطة تمهيدية؟ شنو هي أنشطة؟ تمرين. أنشطة ماشي بالضرورة تمرين، نشاط أنك تكون الحركة. يقدر يكون عندك نشاط عضلي، يقدر يكون عندك نشاط ذهني، يعني أنك تتحرك عضليا، تتهز هذه تحطها هنا، تصبغ، تترسم، دير أي حاجة. إذا تتكلم على نشاط، أو أنك تكون نشيط في جمعية، في حزب، في أو مثلا مع واحد المجموعة ديال الأشخاص، أو أنك في العمل. إذا نتكلم عن النشاط، النشاط يعني ديك الحركة، فهمت ولا لا؟ إذا ممكن عاوتاني يكون نشاط ديني، أن الإنسان تفكر تكتب إلى آخره. إذا هنا عندنا أنشطة تمهيدية. شنو أنشطة تمهيدية؟ أنشطة تمهيدية يعني أننا تنتكلم على واحد الحركة، على واحد العمل، تمهيدي. تمهيدي يعني يمهدك. يمهدك ما معنى يمهدك؟ كيفو بريبار، بريباراتيف. إذا نتكلم عن أكتيفيتي بريباراتيف، أنشطة تتوجدك. أنت يلا بادية دابا، أنت يلا بادية في الرياضيات. إذا باش يدخلوك المواضيع اللي باغين يفهموك إياها، إذا تيوجدوك بعد التمارين من هنا من اللي فهمتي. يعني بحال تقول تيعطوك بعد التمارين باش نفهم تسخينية. هنا تيعطوك واحد التمارين، واحد المجموعة ديال المعطيات اللي تتعاود تذكرك بشي حوايج اللي غيبنيو عليها وغيفهموك عليها ياك. إذا عندنا نشاط تذكيري، ضع ثم أحسب. هذا الشيء درتو ثم قبل ياك. هما مثلا هذا نشاط تذكيري، هما تذكروك. إذا تيوجدوك ولا لا؟ إذا نتكلم عن أنشطة تمهيدية. إذا هنا غيعطوك بعض العمليات اللي غيفكروك في العمليات اللي كنت قبل ياك. إذا نشاط تذكيري، ضع ثم أحسب. إذا شنو غنوضعو؟ عندنا الله وضعين شوف هاكي. إلى عندنا 432.9 4 ناقص 310 يدير العملية مباشرة. ناقص 310 تتوضع 432.40 ناقص 310.42. إذا شنو وضعتي انت؟
وضعتي الفاصلة فوق الفاصلة، إذا ولات عندنا 40 فوق 42. ديك الربعة زدت لها صفر باش تقاد مع 42، إذا ولات عندنا 40 فوق 42 ثم الفاصلة فوق الفاصلة ثم 432 فوق 310. الوحدات فوق الوحدات، عشرات فوق العشرات، المئات فوق المئات. المئات فوق المئات. يلا قوم بالعملية. صفر ناقص صفر ناقص جوج ممكنش، عشرة ناقص جوج هي تمنية. تمنية. ربعة ناقص خمسة ممكنش، عشرة ناقص خمسة تبقى خمسة زائد ربعة شحال؟ تعود دابا هنا درتي عشرة هنا. شحال ولات عندنا الفوق؟ اللي تعدنا 14. ربعتاش. هاك يلا زيد ناقص 14 ناقص خمسة. هي شحال؟ هي 10 ناقص 5 هي 5. 10 ناقص 2 هي 8. ياك؟ إذا حطيتي هاد الواحد مع الربعة ولات عندنا 5 هنا. عاود ثاني 4 ناقص 5 لا يمكن، زدتي واحد 10 هنا. شحال ولات عندنا؟ 14 ناقص 5. ناقص 5 شحال؟ باش تسهل العملية الذهنية تندير 10 ناقص 5 تتبقى 5 وزائد 4 هي 8. تعود. هي 9. صحيح مزيان. اثنان ناقص واحد والفاصلة هي الفاصلة، ما خصكش تفوتها. صافي الاخر لا من البداية ديريها. زيد اثنان ناقص واحد هي واحد. ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص واحد هي اثنان. اربعة ناقص ثلاثة هي واحد. هي واحد. اذا الخارج شحال؟ 121.98. تماما. ثم عندنا 2456 مقسومة على 25. يلا قم بالعملية. 2456 قاسم 25. عندنا جوج أرقام. إذا غادي 24 مقسومة على 25 ميمكنش. إذا شغادي تاخذ؟ جوج أرقام صغيرا غناخذ رقم. غادي دير رقم أخر، غتولي عندنا 245 مقسومة على 25. إذا شحال ممكن تكون؟ إذا شغادي تكون؟ 225. 245 قاسم 25 تسعود. تسعود. ايوا حطي تسعود. اش لدات 10 تولي ليا لا يمكنش تحط جوج ارقام، غتحط رقم واحد. تسعود. 9 في 5 9 في 5 45. حطي 45. 9 في 5 45 9 في 2 18 زائد 4 هي 22. 22. هنا هي درنا 45 تاخذنا ب 4 9 في 18 هي 22. 5 ناقص 5 0، 4 ناقص 2 2، 2 ناقص 2 0، نزل 6 245 ناقص 225. إذا أعطاتك الباقي هو 20. الباقي هو 20. نزلنا هبطتي 6. غنهبطو 6. إذا غنزلو 6 تولي عندنا 206. 206 قاسم 25. شنو غنعملو؟ شوف واحد القضية. 25 بحال دابا 25 ساهلة. 4 ل 25 شحال؟ 4 ل 25. 25 ل 25 شحال؟ 25 و 5. 25 و 25 هادو خاصك تكون عارفاها. معروفة. 25 و 25. عندنا 25 مكونة من رقمين، مكونة من 5 ومكونة من 20. ياك إلا قلنا 25 زائد 25 المقصود 20 زائد 20 زائد 5 زائد 5. 20 زائد 20 شحال؟ 20 زائد 20 40. 40 وزدنا على 5، بقات لنا دابا 5 زائد 5. 5 زائد 5 شحال؟ 10. 10. إذا 40 زائد 10 شحال؟ 50. إوا 25 يعني هي 20 و 20 قد 5 و 5. إذا 20 و 20 40، 5 و 5 10. إذا غتضيفي ديك 10 لديك 40. 25 هي الربع ديال 100. غادي تحفظ الحمد لله حيت معروفة باينة. 25 هي الربع ديال 100. الربع ديالها. إلا خدينا 25 و 25 شحال؟ 50. وزيدها 25. 25 25 هي 50. زدنا 25 شحال؟ هي 75. 75 شحال بقات لي 100؟ 25. 25 إذا 25 واش الربع ديال 100 ولا لا؟ أنت يا 25 25 25
ها 25 ها 25 25 هي 50 25 25 هي 50 و 50 و 50 شحال 100 واش هي الربع ولا لا 25 هي الربع ديال 100 شوفنا عندنا 206 وعندنا 25 206 قاسم 25 في نظرك انت شو ال 200 عندنا 206 شحال فيها 200 206 شحال فيها 200 206 شحال فيها 200 شحال تجاوزت فقط بستة ستة الوحدات إذن في نظرك 200 شحال فيها من 25 إلا كانت 100 فيها 4 25ات ال 200 شحال فيها من 25 200 تكون فيها 8 واش ممكن هاد ستة تقسمين على 25 لا إذن 206 شحال فيها من 25 8 فيها 8 وغتشيط لينا ستة صافي هذه اللي غتقيد إذن 845 صافي ربعه 8 في جوج 16 20 عندي 6 ناقص 0 7 ناقص 0 2 ناقص 2 0 إذا غتبقى بالاخر 6 إذا 2456 قاسم 25 غتعطينا 98 إذا الخارج هو 98 والباقي هو 6 إذا هذا هو العملية كيفاش غتكون إذا العملية غتكون بهذا الشكل ثم أذكر هل العمليتان التاليتان صحيحتان إذا باش تشوف واش صحيحة ولا لا شنو خاصك إذا غنذكر هل العمليتان التاليتان صحيحتان عندنا 123.5 زائد 32 شحال تساوي 126.7 وصحيحة خرجوا نعرف شوف عندك 123 لشحال 126 شوف 123 في نظرك انت باش يوصل غير 126 بلا ما نشوف الفاصلة 123 باش توصل 126 شحال خاصها 3 خاصها 3 شحال زدنا عليها احنا 3 32 والصحيحة العملية لا بينا ما صحيحاش فهمت ولا لا غير 123 بلا هاد الفاصلة زائد غنزيدو عليها غير 3 غتعطينا 126 حنا زدنا عليها 32 يلا وصلت 126 الفاصله ما غديرش واحد الفارق كبير بحال هذا اللي كاين ديال 32 الحمد لله 32 راه كبيره ولكن ممكن 3.2 غتكون صحيح ممكن الا عطاو واحد العدد صغير ممكن خاصنا نتحققوا منه الحمد لله ولكن ما عاطينك 32 يعني غتزيد في الاعداد اكبر من 126 يعني بغض النظر على الفاصله ايضا عدد 57 مضروبة في الصفر فاصلة 5 اذا الخارج هو 25.35 هل هذا صحيح خطا علاش حقاش تالي زائد لا راه ضرب هذا هنايا شوف 57 مضروبة في 0.5 شنو المقصود به هذه ملي تنضربوا شي عدد في 0.5 شنو المقصود به ملي تنضربوا عدد في واحد تبقى نفسه 57 ضربنا في واحد شحال هي 57 وملي غنضربوها في نصف واحد شنو نقصد بها هذه شنو نصف واحد نصف واحد هي 5.7 نصف واحد هو 0.5 هي 0.5 0.5 هي نصف واحد الحمد لله يعني الواحد والنصف ديالو النصف ديالو اللي شدينا واحد قسمناه على اثنان غتعطينا 0.5 واحد على اثنان غتعطينا 0.5 إذن 57 مضروبة في 0.5 راه المقصود بها 57 مضروبة في 1 على 2 حنا قلنا 1 على 2 تتساوي 0.5 ياك ولا لا 0.5 أكد منه ولا نجربوها إيه واحد قسمناها على جوج شنو هي 0.5 0.5 راه هي النصف نصف ديال واحد هي النصف ديال واحد عدديا إلى قال لك الأستاذ مثلا أكتب النصف رقميا غتكتبو 0.5 او 1 على 2 هذا هو النصف تختار اللي بغيتي بجوجهم تيعطيو نفس النتيجه الا خدينا 57 مضروبه في 0.5 هذا تعني باننا خدينا 57 وضربناها في 1 على 2 ما معنى هذا شوف انا عندي بغيت تاكدي من 1 على 2 عندي 1 شوف قسم على 2 حنا غنقسم واحد غنقسم على اثنان واحد على اثنان غيعطي صفر ما غنزيدوش رقم اخر ولا شي حاجه هو اللي كاين
إذن واحد مقسم على اثنان تعطي صفر. إذن باش نضيف ولد واحد صفر ونعود نقسمه على اثنان خاصنا نديرو الفاصلة هنا، تنزيدو الصفر ونديرو الفاصلة هنا، هاتولي عندنا عشرة مقسم على اثنان، هاتولي خمسة، خمسة، خمسة على اثنان عشرة، عشرة من عشرة صفر، إذن هاتولي عندنا الصفر راسلها خمسة، إذن واحد مقسوم على اثنان هي صفر راسلها خمسة. يمكن لنا نكتبو صفر راسلها خمسة ويمكن لنا نكتبو واحد على اثنان. شوف إلا كانت عندنا سبعة وخمسين مضروبة في صفر راسلها خمسة، شنو المقصود بهذي؟ المقصود بها أن سبعة وخمسين مضروبة في واحد على اثنان، أش تتساوي؟ تتساوي سبعة وخمسين على اثنان، هذه غنجيبوها هنا مباشرة أنا بلاصة الواحد، مادام عندنا غير واحد، تنعرفوا بأن في الكسور طبعا هنا سبعة وخمسين راه بحال عندنا سبعة وخمسين على واحد، أي رقم كيما يكون تسعة راه تتساوي تسعة على واحد، ميتين تتساوي ميتين على واحد، داك الواحد في القسمة تبقى محايد، إذا بحال تنحذفوه، ملي تنشدو واحد العدد ونقسمو على واحد تبقى العدد نفسه، حنا بلا ما نكثرو الكتبة تنخليو داك العدد نفسه، ولكن عند الغرض ملي تنحتاجوه تنرجعوه. إمتى تنحتاجوه؟ بحال هنا عندنا سبعة وخمسين مضروبة في واحد على اثنان، تنرجعوه باش العملية تكون عندنا مقادة، إذا تتولي عندنا سبعة وخمسين على واحد وتنضربو البسط في البسط والمقام في المقام، سبعة وخمسين مضروبة في واحد هي سبعة وخمسين، وواحد في اثنان غتبقى اثنان، فهمتوا ولا لا؟ إذا غتولي عندنا في الآخر شنو؟ سبعة وخمسين على اثنان، إذا سبعة وخمسين مضروبة في صفر فاصلة خمسة هي سبعة وخمسين على اثنان، إذا أشنو المقصود بها هذي؟ يعني غنشدو سبعة وخمسين ونقسمو على اثنان، إذا غنشوفو النصف ديال سبعة وخمسين أشناهو؟ يعني النص ديال هاد العدد، إذا في نظرك أشناهو؟ إذا واش ممكن تكون عاد خمسة وعشرين فاصلة خمسة وثلاثين؟ الملاحظة اللي عندنا هنا، حنا غناخدو رقم أكبر من خمسة وعشرين، غناخدو مثلا ستة وعشرين، هنا عندنا خمسة وعشرين فاصلة خمسة وثلاثين، حنا غناخدو ستة وعشرين، يعني غناخدو رقم أكبر من هاد العدد اللي هو خمسة وعشرين فاصلة خمسة وثلاثين، إلا خدينا ستة وعشرين وضربنا في اثنان غتعطينا اثنين وخمسين، إذن فإلا كانت ستة وعشرين هي النصف ديال اثنين وخمسين، فكيفاش غتكون عندنا خمسة وعشرين هي النصف ديال سبعة وخمسين؟ إذن أكيد أن العملية خاطئة. إذن نستكمل في الحلقة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.